your Scotland, your referendum. الوزير الأول الأسكتلندي أليكس ساموند أعلن أن حكومته تحضر الاستفتاء في 2014 للتصويت على الاستقلال عن المملكة المتحدة. إذا كان ابن 16 في اسكتلندا يخدم في الجيش ويتزوج ويدفع الضرائب، بالتأكيد هو أو هي بمقدورهما أن يقولا كلمتهما في مستقبل بلادهم الدستوري. في دستورنا اليوم نبحث في مشروعنا تمديد الحق بالتصويت في هذا الاستفتاء من أعمار 16 و 17 سنة ممن لهم الحق في أن يشملهم السجل الانتخابي. وتصر الحكومة البريطانية الرافضة لفكرة انفصال اسكتلندا أنها صاحبة الكلمة الأخيرة في إجراء الاستفتاء أو منعه. الرافضون للفكرة يريدون إجراءه بسرعة القصوى لأن استطلاعات الرأي أظهرت فقط أن ثلث الاسكتلنديين يرغبون بالاستقلال. إسبانيا قالت أنها ستستخدم الفيتو ضد عضوية اسكتلندا للاتحاد الأوروبي إن استقلت.